السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، بناتي التلميذات، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة التي نجهز من خلالها امتحانات موحدة بالنسبة للسادس ابتدائي. إذا كما ترون في الصورة يعني أمامكم مادة الرياضيات دورة يناير 2021، مدة الإنجاز ومدة الامتحان 90 دقيقة. إذا سأمرر أمامكم الامتحان الصفحة الأولى منه في الأعداد والحساب. يمكنكم أن توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة عن الأسئلة، ثم بعد ذلك سترون كيف أجبنا على هذه التمارين. إذن هذا هو السؤال الأول، ثم يتبعه السؤال الثاني في أضع وأنجز عن العمليات، ثم عندنا الحساب ديال الكسور، ثم عندنا القواسم القواسم الأعداد، ثم عندنا مسألة. إذن هذه هي الصفحة الأولى، يمكنكم أن تلتقطوا لها صور ثم تأخذون وقتا كافيا لتجيبوا عن هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك ترون كيف أجبنا عن هذه الأسئلة. ثم عندنا مادة ديال الهندسة، إذن هذه الصفحة ديال اللي فيها الهندسة. إذا عندنا التمرين السادس والسابع، ثم عندنا تمرين ثامن وتاسع. التمارين يعني كاين مجموعة كثيرة من التمارين، ولكن هذا هو الامتحان الذي وضع سنة 2021 في يناير، إذا يمكنكم أن تجيبوا عنه. إذا خذوا وقتا كافيا وسترون كيف أجبنا. إذا على بركة الله نبدأ في الإجابة. إذا يطلبون منا في الأول رتب الأعداد أو أرتب الأعداد التالية تناقصيا باستعمال الرمز المناسب. إذا عندنا مجموعة من الأعداد 1 2 3 4 5 6. إذا ما معنى كلمة تناقصيا؟ يعني من الأكبر إلى الأصغر. إذا نشوفوا عندنا 5.2، 5 على 2 يعني 2.5، 3، 2.58، 2.53 و 2.35. إذا أنتم ستجيبون. إذا نرى بأن الأكبر هو 5.2، سنكتب 5.2، ثم قال لك استعمال الرمز يعني أنك ستكتب أكبر. إذا 5.2 أكبر من 3، أكبر من 2.58، أكبر من 2.53، أكبر من 5 على 2، أكبر من 2.35 كما أجبنا هنا. إذا هكذا ستجيبون. إذا عندنا 5.2 فهي أكبر من 3، واضحة. ثم عندنا 3 أكبر من 2.58 وأكبر من 2.53، أكبر من 5 على 2، لأن 5 على 2 هي 2.5، وهذه فيها 2.35. إذا ننتقل إلى أضع وأنجز. عندنا العملية عطاونا 453 زائد 7.87. عندنا واحد القوس فيه الجمع، واحد القوس فيه عملية ديال الطرح. إذا سنقوم بعملية الطرح، ثم بعد ذلك سنقوم بعملية الجمع، ثم سنقوم بعملية الجمع ثالثة. إذا هكذا أجبت أنا. إذا تابعوا معنا. إذا ستكتبون 637.49 ناقص 62.4. إذا نكتب الوحدات فوق الوحدات والعشرة فوق العشرات والفاصلة فوق الفاصلة، ثم تكتب الرقم الذي يوالي الفاصلة، ثم هنا ترون بأن هناك نقطة. إذا النقطة فهي صفر. إذا عملية الطرح 9 ناقص نقطة هي 9، يعني 9 ناقص 0 هي 9، 4 ناقص 4 يساوي 0، 7 ناقص 2 تساوي 5، 3 ناقص 6 لا يمكن نستلف 10 تصبح 13 ناقص 6 هي 7، نرد السلف للزينة. إذا تدولي 6 ناقص 1 هي 5، تنحصل على 575.09. ثم تنقوم بعملية الجمع ديال اللي كاين هنا في الأقواس، يعني عندنا 453 زائد 87.4. إذا دائما كي قلت نكتبوا الوحدات فوق الوحدات. إذا عندنا هنا ما كاينش فيها الفاصلة، إذا تنكتبوا فاصلة 4، ثم تنضيفوا 3 على 7 هي 10، نكتبوا 0 ونحتفظوا بواحد. إذا تصبح عندنا 1 زائد 5 هي 6، زائد 8 14، نكتبوا 4 ونحتفظ بواحد هنا في المئات، تصبح عندنا 4 زائد 1 هي 540.4. تجمعوا هذه مع هذه لأن كاين بيناتهم عملية الجمع، وتتولي عندنا 575.09، هذه اللي حصلنا عليها هنا، تزيد عليها 540.4. إذا في الامتحان ثم أول حاجة خفتوا تخطئوا اكتبوا العملية بقلم الرصاص في الأول تتأكدوا منها، ثم بعد ذلك تنقلونها بالقلم ديالكم. إذا ما يمكن ماشي مشكلة كتبتوها بقلم رصاص وعطيتوها للأستاذ، المهم حاولوا تنجزوها ما ديروش الأخطاء وتجنبوا استعمال البلونكو يعني المبيض. إذا انتقلوا للعملية الثانية. عندنا هنا
عملية الجمع فهي بسيطة جدا، 9+9 99، 0+4 4 الفاصلة فوق الفاصلة، ثم عندها 5+0 5، 7+4 11 نكتب واحد ونحتفظ بواحد، إذا 1+5+5 تعطينا 11، تصبح لنا 1115.49 في هذه العملية كلها. ننتقلوا عملية ديال الضرب، عندنا 74.62 مضروبة 2.65، إذا كي قلنا تنكتبو العملية درجة درجة، عندنا 74 أولا 74.62 مضروبة 2.65، إذا بيكون عندنا ثلاثة العمليات، الأولى تنضربو بخمسة تنضربو في ستة وتنضربو في سميتو تنضربو في اثنان، إذا عندنا اثنان فيها خمسة تعطينا 10، تنكتبو صفر تحتفظو بواحد، إذا ستة فيها خمسة 30+1 هي 31، نكتبو واحد ونحتفظو بثلاثة. 5 × 4 20 و 3 هي 23، تنكتبو 3 و تنحتفظو بجوج، إذا 5 × 7 35 و 2 هي 37، تنكتبو 37. تنتقلو للعملية الثانية، هنا عندنا 2 × 6 12، تنكتبو جوج و تنحتفظو بواحد، إذا 6 × 6 36 و داك الواحد لي احتفظنا به 37، تنكتبو 7 و تنحتفظو بثلاثة، 6 × 4 24 و 3 27، تنكتبو 7 و تنحتفظو بجوج، 6 × 6 = 42 و 2 هي 44. تنتقلوا العملية ديال الجوج، إذا 2 × 2 هي 4، 2 × 2 4، 6 × 2 12، نكتبوا 2 ونحتفظوا بواحد، ثم عندنا 4 × 2 8 + 1 هي 9، ثم تبقى لنا 2 × 7 14، وتنقوموا بعملية الجمع. وما ننساوش واحد الحاجه ما درتهاش هنا، اشنا هي؟ هي شحال رقم عندنا وراء الفاصله، اذا حصلنا على هذه الارقام، عندنا رقمان هنا وراء الفاصله ثم هنا رقمان، اذا بيكون عندنا 4 أرقام وراء الفاصله، الاول الثاني الثالث الرابع، وتنديروا الفاصله هنا ونحصلوا على 197.7430. ننتقلوا للعمليه الثانيه اللي هي عمليه ديال الكسور، اذا تيشوفوا عمليه الكسور تيقول لك وحسب ما يلي، حاولوا وقفوا الفيديو وجاوبوا عليها. إذن عندنا 0.6 مقسومة على 3 على 4، زائد هذا القوس اللي فيه كسران مختلفة يعني المقام، إذن خاصنا نوحدوا اليوم المقام، هذا خاصنا نردو 6 وهذا نردو كذلك 6، باش نردو هذا عفوا هذا 6 تنضربوه في 3 وهذا تنضربوه في 2، تتولي عندنا هنا 7 × 3 هي 21 على 6، وهذا بتولي عندنا 5 × 2 هي 10 على 3 × 2 هي 6، بتولي عندنا 10 على 6. وهذه العملية باش نحيدو نتخلصو من عملية القسمة، تنديرو عملية ديال الضرب، إذا نشوفو كيفاش جاوبنا على التمرين. إذا عندنا 0.6 مقسوم على 3 على 4 + 7 على 2 + 5 على 3، إذا هذه تنديروها 0.6 مضروبة في المقلوب ديال هذا، شناهو المقلوب ديال 3 على 4؟ هو 4 على 3، زائد القوس الثاني، هادي تنوحدو ليهم المقام كيف قلنا، تنضربو هذا في 3 وهذا في 3، تتولي عندنا 21 على 6 زائد 10 على 6، لأن هاد 5 على 3 هي إلا ضربناها في 2 وضربنا المقام في 2 والبسط في 2 تتعطينا 10 على 6، إذا تيولي عندهم مقام موحد لي هو 6، وتتجمعو من 21 + 10 هي 31 على 6، هاد 0.4 مضروبة في 4 هي 2.4 على 3. إذا تتولي عندنا 2.4 على 3 + 31 على 6، هذه تنحولها كذلك باش يكون عندها مقام موحد مع هذه، تتولي عندها نضربوها بجوج تعطينا 4.8 على 6 + 31 على 6، إذا عندهم مقام موحد اللي هو 6، تتجمعو دوك البسط اللي هو 4.8 + 31 تعطينا 37.8 الكل على 6، وتنديروا عملية القسمة سهلة، تنديروا 37.8 مقسومة على 6 تعطينا 6.3. إذا انتقلوا إلى السؤال الثاني اللي قال لك هو أوجد جميع قواسم العددين 24 و 18، إذا قواسم العدد 24 هي 1 2، يعني الأعداد اللي تتقسم عليها 24، كذلك قواسم ديال 18 هتكون عارفينها، إذا بغيت تكتبوا نتوما قواسم العدد 24 هو 1، لأن أي جميع الأرقام تتقسم على 1، ثم 2 لأنه عدد زوجي تيتقبل القسم على 2، ثم هو موجود في جدول الضرب تاع 3 مقسوم على 3، ثم تيتقسم على 4 لأنه موجود في جدول الضرب تاع 4 وفي 6،
يمكننا نقسمه على 12 ويمكننا نقسمه على نفسه، لان جميع الاعداد تتقسم على نفسها. ثم غادي نشوفوا قواسم العدد 18. اذا 18 القواسم ديالو هي 1، ثم 2 لانه عدد زوجي، ثم 3 لانه موجود في جدول الضرب تاع 3، ثم كذلك موجود في جدول الضرب تاع 6، ثم هو يقبل القسمة على 9 لان المجموع تاع الاعداد ديالو لي شيفر ديالو عندي 8 زائد 1 تساوي 9، اذا فهو يقبل القسمة على 9 وهو موجود في جدول الضرب تاع 9، ثم 18 لانه يقبل القسمة على نفسه. غادي نشوفوا المسألة، غادي نحبسوا الفيديو باش ما يجيكم طويل، ندير الهندسة بوحدها. اذا عندنا مسألة، وظف شخص مبلغا من المال، قال لي واحد الشخص عنده واحد قدرة المال وظفوه هذاك العدد سميته 120,000 درهم، وبعد مرور سنة حصل على مبلغ عطاتو يعني اما البنك ولا شي حد عطاه 128,400 درهم. اذا نحسب الفائدة السنوية، يعني كم حصل، يعني ما هي الفائدة التي حصل عليها من هذا المبلغ، ثم احسب السعر يعني النسبة ديال الفائدة. اذا بغيت تكتبوا نتوما باش نحسبوا، تنديروا المبلغ المحصل عليه ناقص رأس المال، هي دابا تعطينا يعني 128,400 ناقص 120,000 وتعطينا 8,400. إذا بغيت تكتبوا نتوما احسبوا الفائدة السنوية، يعني المبلغ الذي حصل عليه، إذا هي 128,400 ناقص 120,000 اللي كانت عنده في الأول، إذا الفائدة اللي حصل عليها هي 8,400 درهم. إذا قال لك حسب السعر الذي وضع به هذا المبلغ، إذا وضعه في مدى قالوا وضع به هذا المبلغ يعني في البنك. إذا بغينا نديرو هذاك الفائدة اللي حصل عليها سنويا تنقسمو على رأس المال، إذا 8,400 اللي حصل عليها يعني الفائدة السنوية مقسومة على المجموع تاع المال اللي حط في الأول هي 120,000 درهم. ومين تنديرو هاد عملية قسمة تلقاو فيها 0.07، وهاد 0.7 هي 7 مقسومة على 100، إذا السعر هو 7%. إذا هكذا نكون أجبنا عن الأعداد والحساب، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سننجز الهندسة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو انشروه مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.